مكملين اكيد بفقراتنا لليوم، والفقره الطبيه اللي راح تحمل كثير من الاجوبه على موضوع كثير مهم، موضوع الحمل اللاجنيني او حتى البيضه الرائقه اللي هو بنسمع عنه بالفتره الاخيره بشكل كثير كبير، لكن شو هي اسبابه وكيف ممكن ضبط هذا الموضوع او حتى السيطره عليه؟ رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الدكتوره سوسن محفوظ. يسعد صباحك دكتوره، اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا. يعني اليوم موضوعنا مختلف وجديد، ويمكن في كتير مشاهدين أو نساء ما نون سمعانين فيه، هو الحمل اللاجنيني أو حمل البيضة الرائقة. كيف ممكن نحن نتعرف على هذا الحمل من خلال تعريف مبسط أكثر للمشاهدين؟ كيف فينا نحن نحكي عنه؟ تمام، فعلا هو الموضوع ما اتطرق عليه قبل هلا. فهلا نحن اهم شيء اول شيء نعرف شو يعني الحمل النظامي. تمام. طبعا نحن اللقاح بيصير بالانبوب، بتهاجر، بيصير في انقسام بهيدا البيضه الملقحه. مجرد صار القاح، القاح دخول نطفه وحده ببيضه وحده، فبيصير في عندي بيضه ملقحه بيصير فيها انقسام، في جزء رح يعمل الجنين وفي جزء رح يعمل الملحقات. بتهاجر خلال 3 ايام توصل لبطانه الرحم اللي بتكون ناطرتها مشان تستقبلها وتصير عندي الحمل النظامي. هذا الحمل الطبيعي. هذا الحمل الطبيعي. بالحمل اللاجنيني او البيضه الرائقه، هي معروفه اكثر بالبيضه الرائقه، فانا بيصير في عندي خلل بهذا الانقسام. اغلب الاسباب اللي بتكون لها هي للاسف صبغيات، قد تكون طفره عابره وقد تكون في شيء وراثي. طبعا هلا بنرجع بنحكي عن الاسباب. فلما انا بصير في عندي خلل بهذا الانقسام، فانا بتشكل عندي، طبعا بطانه الرحم هي ناطرتها لهيدي البيضه الملقحه وجاهزه لاستقبالها، فهي بتستقبلها، بس للاسف بيتطور عندي كيس الحمل او الملحقات اللي نحن بنقولها كيس الحمل، بس بدون بيكون ما فيه اي جنين. نفسه دكتوره اللي بيقولوا له حمل خارج الرحم؟ لا، حمل خارج الرحم هو بيكون عايش برا، يعني ما بيوصل. احنا قلنا انه بصير اللقاح بالثلث الوحشي من البوق وبتهاجر البيضه الملقحه لحتى توصل لعند للرحم، بالحمل الهاجر ما بتوصل. نعم. فبتعيش بالانبوب، فهذا صار حمل هاجر. البيضه الرائقه هي حمل نظامي ومو كاذب، يعني في ناس بتقلك يعني انه انا مو حامل، لا، حمل نظامي، كيس حمل نظامي، بس للاسف بدون جنين. يعني ما في جنين، ما في بيبي. دكتوره خلينا نعرف شو هي يمكن الاسباب الشائعه لحدوث الحمل اللاجنيني او حدوث البيضه الرائقه. التحاليل اللي ممكن تكون عند الزواج هل ممكن تحمي او لا؟ تمام، سؤال كثير مهم. طبعا اغلب الاسباب هلا نحن كنا عم نحكي هي الاسباب الصبغيه. الاسباب الصبغيه نحن ممكن نشوفها مثلا بالاعمار الكبيره، يعني بعد ال40، اذا صار الحمل عندي بعد ال40 فهذه ممكن نشوفها اكثر، او في حالات الوراثيه، يعني اذا الام كان عندها حمل لاجنيني فانه ممكن بعدين عند البنت يصير عندي حمل لاجنيني. ممكن يعني ممكن نشوفها ببعض الامراض بالمرضى السكريين، المرضى اللي عندهم مشكله بالغده الدرقيه، بس اكثر الاسباب اللي بتؤدي لهذا الموضوع هو الاصابات الصبغيه. طبعا اذا في عندي كمان عند الزوج انه في نسبه نحن لما بنعمل تحليل السائل المنوي احيانا بيكون في عندي نسبه النطاف المشوهه عاليه، فهذا ممكن يزيد كمان من نسبه حدوث هذا الحمل، انه ايه اوكي والله صار حمل بس للاسف بدون ما يكون في فعاليه قلبيه، فبيضه رائقه، فكمان هذا بنشوفه كثير. اكثر الاسباب مثل ما حكينا هو الاسباب الصبغيه، طفرة، يعني نحن دائما الام بس عرفت انه ما في جنين بتدخل باكتئاب للاسف، انه انا ما عاد رح يصير عندي حمل، ما عاد رح يكون الحالة أكثر من بشكل عام قليل، اذا ما كان في عندي سبب صبغي وراثي فالاحتمال كثير قليل. يعني الاسباب مثل ما حكينا الصبغيه هي عابره، فعاده ممكن تصير مره واحده، بس انه اذا في شيء وراثي عند الام وورثته لهيدا ممكن، او اذا في اشكاليه بالنطاف عند الزوج هي سببت انه هذا الهيدا ممكن، او اذا في امراض مثل ما حكينا مثل السكري او مشكله بالغده الدرقيه هيدي ممكن تتكرر، ولا بشكل عام لا، نادرا ما تتكرر. طيب المراه الحامل بالحمل اللاجنيني ممكن انه تشعر بنفس الاعراض يلي بتشعر فيها من خلال الحمل الطبيعي وحام ولايه نفسه ودوخه؟ تمام، سؤال كثير مهم كمان، مثل ما حكينا انه بتقلي انا طب مو حامل، انه لا، حمل نظامي فانا هرمون الحمل موجود. طبعا الاعراض ممكن تكون اخف لانه انا نسبه الهرمون الحمل هون بالدم بيكون اخف. طبعا احنا ما بنلجا لهيدي الوسيله لحتى نشخص انه انا في عندي حمل لا جنيني بيضه رائقه ولا لا لحتى نعاير هرمون البيتا اتش سي جي، فنحن بنلجا بنعتمد على الايكو اكثر شيء. بس اعراض الحمل بتكون كلها موجوده، الغثيان، الاقياء، الدوار، تشتهي الاكلات، هو حمل نظامي بكل مواصفات الحمل، بيختلف بس انه انا ما عندي جنين.
طيب هون دكتورة كثير يمكن من السيدات صار معهم حمل لأسباب ما، يمكن توقفنا بدء الجنين، اضطروا يمكن لإسقاط الجنين، هون في كيس حمل لكن ما في حمل، كيس الجنين هل تتعرض يمكن السيدة اليوم لنفس العملية التخلص من كيس الجنين أو كيف يتم التعامل معه؟ تمام، هلأ نحن هو مثل ما حكينا كيس حمل نظامي بيختلف عن موت محصول الحمل، إنه والله نحن تصورنا على الإيكو شفنا فعالية قلبية بعد فترة راجعت المريضة بأعراض ممكن نزف مانو منتظم أو شيء فتفاجأنا بتوقف قلب الجنين، هيدي حالة مختلفة تماما. بهي الحالات أحيانا لما بتكون المريضة عم تتابع حملها بشكل دوري، مثلا إجت أول زيارة نحن شفنا كيس الحمل، طبعا دائما التشخيص نحن بنعطي مهله للمريضه، يعني مو فورا من بناكد لانه التشخيص لا انه هذا بيضه رائقه، صورنا نحن طبعا بنحسبها على 5 أسابيع حمليه من تاريخ الالقاح، يعني تقريبا 7 أسابيع نحن المفروض نشوف نبض جنيني، ما شفنا شيء بنعطيها مهله اسبوع بنرجع بنشوف، تاكدنا من التشخيص نحن بنعطي مهله كمان لحتى يصير الاسقاط، من الا انه اوكي ما تخافي يعني طالما ما في نبض جنيني فهذا للاسف اكيد رح يسقط، يعني ما بيتابع ماكسيموم ممكن يتابع معي ل 12 اسبوع، اكثر من هيك اكيد ما رح يتابع الاسقاط ذاتي. خلينا نقول تماما احيانا بتكون المريضه على الرد النفسي والستريس والتوتر اني لا خلاص انا بدي اخلص، عاده بنلجا للاسلوب الدوائي، يعني مو فورا نحن بنقرر انه والله لا خلاص كورتاج انه، فنحن بنلجا للاسلوب الدوائي نعطي نحن ادويه ومنتابع مثل ما حكينا لانه هو بالاخير حمل لا جنيني فاحتمال الاستجابه على المعالجه الدوائيه بتكون عاليه، ف ومنتابع انه نحن والله اوكي اخذت الدواء صار اسقاط، منتابع بالايكو انه ما عندي بقايا مشان ما تتعرض لنزف ما يتعرض للبقايا لانتان بعدين، منتابع بهيدي الطريقه. اوكي دكتوره اليوم كيف بيتم علاج الحمل اللاجنيني او مين المسؤول اكثر؟ يعني هون بصير ممكن في اختلاف بين الرجل والمراه على الحق عليك لا الحق علي، مين المسؤول اكثر عن الحمل اللاجنيني وكيف ممكن يتم علاجه؟ تمام، هلا العلاج حكينا انه نحن هو يعني انه خلينا نقول الوقايه، انه لانه العلاج خلص اسقاط لانه هذا خلص حمل ما بيكمل. هلا لنحكي من الوقايه فنحن ممكن اكثر شيء نعطي الام هو حمض الفوليك، يعني انه اللي ممكن يحمي لي نوعا ما من هذا الامور، بس نحن حكينا انه هو الاشكاليه الصبغيه، في حالات اذا كان في عندي شذوذات بالصبغيات بالحيوانات المنويه فالرجل هون هو المسؤول عن هذا الموضوع. اذا المراه نحن قلنا اكثر شيء فوق ال 40 بتزيد الشذوذات الصبغيه والولادات الطفل المنقولي والشذوذات الصبغيه الثانيه وبالتالي بتزيد من احتمالات البيضه الرائقه، فهون بتكون المراه هي المسؤوله عشان ما يضلوا يتهموا بعض يعني. فبشكل عام نحن حكينا هي غالبا طفره عاديه، يعني انه بشكل عام نادرا ما ترجع تتكرر مره ثانيه الا اذا كان في عندي اشكاليه. طبعا نحن وقتها بنعطي علاج للزوج اذا في عندي تشوهات بالحيوانات المنويه بحيث انه نحصل على حيوانات منويه نظاميه بالتالي نخفف من هذا الموضوع. المرأة بعد عمر الأربعين كمان فيه نحن أدوية وفيتامينات معينة ممكن نعطيها إياها بحيث تكون نوعية البويضة أحسن وبالتالي نخفف من احتمالية تكرر إنه والله البيضة الرائقة. دكتورة اليوم عم نحكي يمكن عن زمن أو عصر مثل ما بنسمع فيه صار في يمكن هرمونات كتير مثل ما بنقول، طريقة الأكل تغيرت، نوعية الأكل تغيرت، قبل كنا نسمع النساء يمكن أنجبوا بالأربعين والنسبة كبيرة كمان أنجبت فوق هذا العمر، لكن اليوم بالثلاثين للأسف عم نشوف كتير سيدات عم يعانوا من مشاكل الإنجاب. فينا نقول كمان السيدة يمكن بالثلاثين للوقاية من أي مرض بخص الإنجاب ممكن يكون في شيء فيتامين أو أساليب وقائية؟ يعني هلا نحن اكثر شيء انه ضروري نحن مشان موضوع الانجاب هو بس انه الحمايه من التشوهات ومن موت الجنين والامراض هيدي هي الصراحه والفوليك اسيد كثير اساسي، يعني نحن كل عروس انه دائما بننبهها انه المفروض تراجع طبيبه وتاخذ 3 أشهر على الاقل الفوليك اسيد قبل ما يصير حمل بكل حمل مخطط، يعني مو بس باول حمل لحتى نحمي قدر الامكان من التشوهات اللي ممكن تصير عند الاجنه والمشاكل اللي ممكن تصير عند الاجنه. هلا مشاكل الطعام والخربطه بالهرمونات وقله ممارسه الرياضه والاكل اللاصحي فهو اكثر شيء ممكن يعمل لي اضطرابات ليصير الحمل. يعني فاكيد نحن التاثير على هرمونات المبيضين انه هيدي الادويه والعلاج او الطعام والنظام اللاصحي وقله ممارسه الرياضه، يعني هذا جيل كثير كسلان يعني ابدا ما بمارس الرياضه فهذا ممكن ياثر عندي على حدوث الحمل. بس يعني انه بس صار عندي الحمل فالمتابعه الدوريه والهيدا اكيد بتوقي لي كثير من يعني من مشاكل اللي بتصير اثناء الحمل، يعني مو التشوهات، نحن حكينا التشوهات الاساسي في عندي هو الفوليك اسيد.
اضطرابات بالطمس هي بس العلاج الهرموني اللي عم بيصير عندي، بس هذا علاجه بسيط يعني، انه حسب الاضطرابات طبعا اللي بتصير. نحن ممكن ننظم الامور، ننظم الغذاء، ننظم الرياضه، ننظم هرمونات المراه، بس نحن اكثر شيء الهرمونات اللي نحن عم نحكي عنها اللي ممكن تاثر على البلوغ المبكر عند البنت، تاثر على بعدين بالاعمار الكبيره على الاضطرابات اللي ممكن تصير للاسف. للاسف ايه. طيب ممكن الحمل اللاجنيني يترك اثر او اثار يعني لطريقه الحمل الطبيعي بعدين اذا صار حمل طبيعي؟ شو ممكن يصير بعد الحمل اللاجنيني؟ لا بس نحن بنقلها للمريضه بعد ما بنخلص من الحمل اللاجنين انه بس تريح شي شهرين لحتى تعوض اللي فقدته، يعني انه والله اثناء الاسقاط لانه بده يصير في عندي شويه نزف، انه بدها تعوض الحديد، بدها تعوض، ترتاح شي شهرين وبترجع بتصير عندها امورها نظاميه وبترجع بتخطط لحمل جديد بدون اي اشكالات، بنريحها نفسيا. طيب يعني هذا كثير مهم. على الرحم كمان ممكن يصير شيء بشكل عام اذا ما كان في عندي كورتاج والكورتاج يعني جائر؟ لا ما بيكون في اثار على الرحم. اليوم دكتوره كثير من السيدات بتسال بعد التعرض يمكن لحمل لا جنيني قد ايه نسبه الغذاء، ومثل ما قلتي ممارسه الرياضه، برايك دكتوره هي ممكن تعوض بحمل اخر، حمل صحي اكثر ويمكن بفتره زمنيه اقل؟ لانه اليوم بتلاقي كل النساء اللي بتعرضوا هي بتجوا مستعجلين على حمل اخر. تماماً دائما تماما. هلا هو الغذاء والنظام الصحي الطبيعي والرياضه هي ضروريه بكل الاوقات، مو بس بعد الحمل اللا جنيني. الحمل الجنيني نحن دائما اهم شيء نطمنها للام نفسيا، يعني هي كثير بتكون متوتره انه انا، يعني خصوصا في معلومه شائعه كثير غلط انه هي، انه خصوصا اذا اول حمل وكان في اسقاط وحمل لا جنيني انه انت خلص ما عاد بقى رح تجيبي ولا ولد سليم. لا، هو طفره، يعني هو اضطراب اي حامل، اي زوجين معرضين انه تصير عندهم هذا الموضوع وما رح تتكرر. اهم شيء نطمن الام لانه الوضع النفسي كثير بياثر عندها حتى على حدوث الحمل، انه خلص اوكي هيدي تجربه مرقتوا فيها للاسف انه كان هيك، فانه بعد ما بنخلص بترجعي بتريحي شهرين ما في اي اشكاليه، ما عندي اشكالات لا على الرحم ولا على الحمل الجاي ولا على الانجاب، بترجعي رح تنجبي وطفل سليم وبدون اي اشكالات وبدون اي تشوهات. بس انه نطمنها نفسيا، النظام الصحي والرياضه هيدي على طول لازم تكون مرافقه للمريضه، يعني سواء كان في حمل لا جنيني او حتى حمل طبيعي ولدته بشكل طبيعي، فانه دائما لازم تهتم بهذا الموضوع مشان الحمول القادمه. ممكن يتكرر الحمل اللاجنيني اكثر من مره ورا بعضهم او اذا كان فيه اسباب وراثيه، او اذا كانت الام فوق الأربعين او عندها مشاكل سكريه او مشكله بالغده الدرقيه، او اذا كان في عندي اشكالات بالحيوانات المنويه فهي ممكن تتكرر، والا بشكل عام لا. سالتك دكتوره انه التحاليل والفحوص قبل الزواج اللي اليوم يمكن صار شرط اساسي لاثبات الزواج، هي ممكن تعرفنا انه ممكن يصير حدوث حمل لا جنيني او حمل البيضة الرائقه او لا؟ ما ممكن يبين هلا بشكل عام ما كثير، لانه هلا تحاليل قبل الزواج عم تورجينا يعني مشاكل عامه، يعني مثلا تلاسيميا، الامراض اللي ممكن تنتقل عند الاقرباء، بس هدول ما كثير بيعرضوا لحمل لا جنيني. يعني المشاكل الصبغيه الاساسيه لا، في لها تحاليل خاصه، فما كثير تحاليل الزواج بتفيدني بهذا الموضوع بالذات. بس بنرجع بنطمن نحن الاهل انه ما هي هذا الاضطراب اللي يعني لانه والله يعني يمنع زواج اثنين لانه ممكن والله يصير عندي بيضة رائقة، اكيد لا، لانه هو اي حدا معرض سواء كانوا اقارب ولا مو اقارب، في عندهم اشكاليات مرضية معينة بسيطة ولا لا، ممكن يصير في عندنا حمل لا جنيني، وهو لا يعني انه والله نحن ما رح تصير عندي حمول طبيعية وانجاب طبيعي. اكيد بدنا نتمنى السلامة للجميع ويبعد هذا المرض عن الجميع يا رب. أكيد. شكرا لك دكتورة وعلى كل النصائح اللي قدمت لنا. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك دكتورة. اهلا وسهلا. هلا حبيبي. وين فرح هلا؟